بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم سلمى حمزة في حاجة فكرة ومعلومة كده في دقايق خفيفة، عشان إحنا نبقى متقدمين ونلاقي فتح مجالات ونشتغل، ليه ما نطورش نفسينا بأفكار ونسبق بيها أو نعمل بيها شغل؟ لا راجل هنا، الناس دي عملت جزمة عادية خالص، جزمة يعني بلارينا واطية، وجي عمل لها القميص ده أو الجسم ده عشان تمشي بيه في ميه، تمشي بيه في مطر، تمشي بيه في حاجه. يبقى انا لو انا عرفت اصنع في مصر حاجه زي كده، وده سهل جدا، دي استنباط بلاستيك او خامه كده، بحيث انها تنزل فيها الجزمه دي، يبقى انا شغلت اتنين، شغلت الناس اللي بتنتج الكلام ده او بتوع نعال يعملوه، وهنا بعمل الجزمه بنعلها عادي، ممكن البسها جزمه عاديه خالص بلغينا، بس الاثنين معمولين على قالب واحد، بحيث ان انا ابيع الجزمه تلبسها كده وتلبسها في حاله مطر، في حاله زحلقه، في حاله بتاع. يبقى انت عملت حاجه برضو فيها فكر وفيها رؤيه جديده واحتياج جديد وفي طلب جديد عليها. الدنيا بتتغير، لازم نتغير معاها بسرعه وندور على حاجة جديدة نشتغل بيها. لو فضلنا زي ما احنا ثابتين، القديم ما بيتغيرش حلو، لكن يتطور بقى. يعني الجزمة اهي عاملها جلد وحلوة ومريحة وكل حاجة، دي زي الفل اهي، تلبسها الست في الحر في الصيف بتاع، تيجي في وقت الشتاء في وقت مطر في وقت بتاع، انا عملت لها حاجة تلبس معاها وبيتباعوا مع بعض، هتعمل شغل كويس قوي. افكار هي فكرة ومعلومة بنحاول نقولها في دقايق عشان نفيد غيرنا ونفكر. عايزين نبتكر، عايزين نبقى في زي ما بيقولوا رياده اعمال، ما يبقاش كلنا بنقلد بعض، لازم نفتكر عشان نعرف نشتغل، لازم نجتهد، لان دلوقتي الدنيا ما بقتش زي الاول، منافسه جديده واللي جاي صعب، واللي عايز يبقى ويستمر يبقى لازم يطور نفسه ويفكر ويخرج عن المألوف. شكرا، اخوكم سلامه حمزه.